المرأة المصرية مش أقل من المرأة في أي حتة في العالم كله، بل بالعكس المرأة المصرية صاحبة إنجازات وصاحبة تاريخ مشرف على مدار كل العصور. حتى كانت المرأة بتشارك في صناعة بطولات الرجال، وكانت دائما هي خلف الرجال اللي صنعوا بطولات. فيعني المرأة المصرية حقيقي هي رمز للوطنية والكفاح والنضال، وإن كنا السنة دي بنقول إن المرأة المصرية هي أصل الحكاية، فهي المرأة المصرية هي كل الحكاية، مش صحيح. بس وهي أصل الحكاية. رفيقة الكفاح، هي أم الشهيد وزوجة الشهيد طبعا وأخت الشهيد، يعني طبعا. يعني لا، والحقيقة زي ما يعني حضرتك قلت هي بتساهم في الكفاح، طب بتشارك ملف في الكفاح. كبير جدا، والمرأة صحيح. المصرية صنعت تاريخ هذا الوطن، وإن شاء الله هي صانعة مستقبل هذا الوطن كمان وهي بإذن الله. الرهان عليها في فكرة الوعي، إن هي أكيد طبعا مربي الأول للأبناء وهي عماد الأسرة المصرية، وبالتالي أنت طبعا شايفة الوعي بيزيد لدى المرأة المصرية. جدا وإيه جدا، المظاهر حتى مثلا في اللي شفتيها المرة دي تحسسك إنه لا ده في فرق، أو إن إحنا كل مرة بنتقدم خطوة للأمام، أو حاجات محتاجين نشتغل عليها أكتر؟ كان في ناس بتتكلم على ان الاستفتاء مش ناس كتير هتنزل، وان هيبقى في عزوف من البعض للنزول، لكن اللي احنا شايفينه على ارض الواقع، وانا نزلت في اول يوم وشفت، يعني مريت على بعض المدارس وشفت قد ايه الحقيقه الستات نازله وبتشارك من قلبها. يعني الناس نازله بدافع وطني حر، وكل واحد في الاخر ليه الحريه التامه في ان هو يدلي بصوته كيفما يشاء، ان هو يقول نعم او ان هو يقول لا. ده يعني حريه مطلقه لكل مواطن، ولكن هنا اهميه الدور ان انا يبقى ليا صوت، ان انا ابقى مهتمه بان صوتي ده انه لازم دكتور يوصل. ازاي وضحتوا ده للمراه، وخصوصا ان كان في البعض متخيل انه بيتقال له انزل قول رأي معين اطلاقا. واحنا وهو الاساس انك بنقول لك لا، انت صوتك مهم، وانت يعني عنصر اساسي في مسيره بناء هذا الوطن، فصوتك مهم، فلازم تنزل تقول رايك بغض النظر هو بالظبط كده. اتجاهه ايه. دي كانت رساله المجلس القومي للمراه، يعني احنا وضحت بنوعي ده ازاي بقى للمراه؟ بان كل واحد ليه الحريه المطلقه. احنا حضرتك احنا كلنا مواطنين، لينا كافه الحقوق وعلينا كافه الواجبات. صحيح. وكل واحد، ما حدش بيجبر حد. انا ما اقدرش اقول لحضرتك قولي نعم او قولي لا، انت ليكي مطلق الحريه تقولي اللي انت عايزاه، تقولي اللي انت شايفاه من خلال وجهه نظرك. حصل حوار مجتمعي بشكل كبير قبل الاستفتاء، شفنا المناقشات في البرلمان، يعني حصل كلام كتير. كل واحد له انه يقتنع كيفما يشاء. اللي شايف ان هذه المواد هتلبي له احتياجات، انها هتساعد في بناء هذا الوطن، ينزل ويقول نعم. اللي شايف غير كده هو حر، ما حدش هيجي يحاسبه يقول له انت قلت نعم او قلت لا. يعني لازم يبقى عندنا الفكر الديمقراطي والحرية في الإبداء الرأي واحترام الرأي الآخر، سواء هو نعم أو هو لا. يعني في الآخر إحنا كلنا نحترم الاختلاف، لازم يبقى عندنا ثقافة الاختلاف ما بيننا وما بين بعض. فكل واحد في الآخر هو له مطلق الحرية، ولكن الإدلاء بالصوت ده واجب وطني. انك تقول نعم او تقول لا انت حر، ولكن انك تنزل وتشارك في يعني استحقاق للوطن، والوطن ينادي وانت لا تلبي، فهذه خيانه للوطن. صحيح. زي ما بتطالب بحقوقك انت عليك واجبات. فعلا بالظبط، هي عمليه توازن. يعني هي يعني واجب وطني لازم ان احنا نؤديه، ونؤديه كيفما بقى نشاء، ما حدش بيجبرنا ازاي. ودي الحقيقه كانت زي ما قلت لحضرتك رساله المجلس القومي للمراه بكافه فروعه في 27 محافظه.